لو قلنا تغيير استراتيجي على مستواي الشخصي أنا نعم كفرد نعم. أنا الآن أعيش في واقع ما راح أقول مضطرب لكنه يعني في نوع من التذبذب سواء في المحيط الصغير اللي أنا أعيش فيه سواء بتأثيرات التقنية دخلت التقنية كذا من تحت وفوق زي الدوامات سواء في الصداقة في البيئة في الصحبة كل شيء تغير صحيح. حتى الأصحاب قال والله صاحبي تغير علي وبالتالي أنا كيف أستطيع فعلا يعني مع هذه الموجة طيب أن أغير ولا أتغير طيب وأن أحافظ على هويتي وثوابتي وقيمي ومبادئي وهذه في مثلث يسموه مثلث مرسيدس مكونات النفس البشرية لابد أن أهتم بها ولابد أن تكون متصلة مع بعضها نسميها المعرفة وهذه المعرفة لابد أن تكون مبنية على معلومات معينة ثم بعد ذلك السلوكيات والتصرفات التي تطور إلى مهارات ثم بعد ذلك الرغبة وأنا دائما الرغبة أقسمها إلى قسمين رغبة ورهبة لابد أن تكون بين الجناحين الرجاء والخوف شدوى يعني مثال ذلك بعض الناس يخافوا من الكاميرا عنده رهبة من الكاميرا أو من الظلام أو هلم جرة فهذه كيف أنا أواجه هذا الخوف أو أنا أقترب من الشيء الذي أنا أرغب فيه وأتمناه وأرجوه حلو. لابد أن تعرف ما هي هواياتك ما هي رغباتك ما هي الأشياء التي أنت تريد أن تبتعد عنها نقطة هامة جدا وهذه هي بيت القصيد أن هناك أحيانا آسف أقول هذا الكلام اختلالات بين المعرفة التي لدي أقرأها في المجلات والجرائد أو في الجامعة أدرسها أو في الجامعة أدرسها وبين الواقع نعم. بين السلوكيات بين القدوات بين الإعلام كما تفضلت نعم. وهنا يحصل الخلل لابد أن يبنى كل هذه الأشياء مع بعضها البعض ونطبقها سلوكا وتصرفا قدر المستطاع إن شاء الله عز وجل هذه البنى الثلاث هي الأساس هذه البنى لن تأتي إلا من خلال كلمتين أنا دائما ما نكررها الغاية والحاجة ماذا تحتاج أنت وما هي غايتك ماذا يحتاج الناس منك وما هو غايتهم منك هي اللي بتكون هذه الثلاث تذكر دائما معرفتي هذه مبنية على احتياجي أنا احتياج الآخرين كزوج كابن كأخ كزميل كرئيس كمرؤوس هل تصب في هذا في هذه الخانة خانة المهمة مهمتي وحاجتي لهذا الشيء أو حاجة الآخرين هذا الشيء هذا على مستوى الأفراد طبعا وكلما صعدت كان هناك مستويات أخرى شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة